يكون هناك مؤسسة كل السنة ديالنا بلا شوشرة بلا يعني تشويش على التعلم، هذا عمل واضح وسهل. فلهذا تنبغي نأكد على الآباء، يعني هذا راه كيبين بأنهم حاسين بالأمر. الآن بغاو يحاولوا يسترقوا يعني بعض الأشياء، وهذه اجتهادات خاصة، لأن حنا كنسقوا مع الإخوان ديالنا في جديدة وفي طنجة وفي سميتو وفي تيكوان وفاس والمؤسسة اللي عندنا في بولو وفي ليساسوا، يعني حنا كنعرفوا القرار اللي كيخرج على الجامع أو يعني الاجتهادات. بقات النائبة اللي عندنا هنا في النيابة ديالنا كتسترق الوحدات، هي أول عندها أي تكليف، فبالتالي بغات دير واحد الاستباقية وربما يعني مسقة مع المدير الأكاديمية لا أدري، فحاولت بهذه الطريقة متنعرفوا الأمن، يعني الهواتف ديالكم راه ما تعطاوش من الإدارة، غادي يكون أكيد إحنا عندنا السرية ديالنا في العمل ديالنا والأطر ديالنا كلها والإدارة والأطر، إحنا عندنا هذه المسائل كنحافظوا عليها بزاف، لأن هذه أمانة عندنا خصنا نراعيوها. هما خداو طرق أخرى، التليفون يعني أنتم كتعرفوا، فاتصلوا فبداو كيديروا اتصالات هكاك، والغريب في الأمر أنهم النيابة ديال عين الشوق كتعيط على آبائهم وتيقراو ولادهم في أوفا، يعني فهذا كيبان بأن باش بغاو يشقوا الصفوف، راكم أصحاب قضية خاصكم تأكدوا. حنا أنا يوم الاثنين إن شاء الله غادي نقرا استفسار في الخطوات اللي غادي نعملو إن شاء الله، أنا غادي نقصر عليها هذيك النيابة، هي أصلا هي راه مؤسسة عمومية، عطينا حنا ديك النيابة، هذيك المؤسسة حنا نجيبو ليها ولادنا والأساتذة ونخدمو فيها، ها؟ هذا حل، يلا، فبالتالي يعني هما مع الحاجة السهلة يعني. هز هذا حطه هنا صافي، هذا هو اللي كيفكر فيه، ما كيفكرش يعني في الظروف الاقتصاديه الاباء، الظروف الاجتماعيه، السيركياسيون ديال التربيه كيف عامله، الاستاذ تا هو فكر فيه تا واحد، يعني يلا انتم كتخدموا الان بالتعاقد على المستوى الجهوي ولقوا حل لهذه الخطوه هذه ثاني، يلا يعني فبالتالي القوه ديالنا الله يجزيكم بخير هو في التكتل ديالنا وفي الاستمراريه. حنا هذاك الشيء ما تعرفوا حتى حاجه، هذاك كل محطه اللي درناها من خلال التصريحات ديالنا حنا في القنوات الالكترونيه، من خلال التواصل الاجتماعي ديالكم، وان كان نشد على القضيه خلينا نبقاو في التواصل الاجتماعي، يكون عندنا كلمه واحده، نشجعوا بعضياتنا ونهزوا الدعم لبعضياتنا وما نحاولوش نيسوا.